التربية ديال الدجاج المزرعة يمكن يكون فيه بزاف ديال الربح، سواء كان الاستثمار في البيض ولا في اللحم، لأن الدجاج المزرعة معروف بمناعة قوية ضد الأمراض وما كيطلبش اهتمام كبير. وباش نبدأ مشروع تربية الدجاج وحنا على بال ونضمنوا إنتاج كبير وربح كتير، خاص يتوفروا مجموعة ديال الشروط. من المهم بزاف أن الكوري ديال الدجاج يكون تيسع والمساحة ديالو كافية، وكيتوفر على العدد الكافي من الوكالات والشرابات. خاص يكون مهوي ونقي مزيان وما فيهش الطفيليات والبكتيريا. ونحرصوا أننا نفرقوا بين الدجاج على حسب العمر، ودرجة الحرارة في الكوري خاص تكون مناسبة. بالنسبة للعلف خاص يكون متوازن، وكيتوفر فيه كاع داكشي اللي كيحتاجو الدجاج: الطاقة والبروتين والمكملات الغذائية اللي فيها الكالسيوم والفيتامينات والأملاح المعدنية. أما الماء خاص يكون كافي ونقي، لأن الدجاج كيشرب جوج المرات، وهنا لازم نشيرو لواحد نقطة مهمة: بلاصة الخزين ديال العلف خاص تكون صالحة وما فيهاش الرطوبة، ومخزون العلف مديور على البليض. الدجاج بحال كاع البهايم ممكن يتصاب بعدة أمراض، داكشي علاش خاص نتهلاو بزاف في النقا بكل الوسائل، ونردو البال مزيان باش نتدخلو في الوقت المناسب. وبطبيعة الحال التلقيح بالاستشارة مع الطبيب البيطري كيبقى من أهم طرق الوقاية اللي كتمكننا نحاربو الأمراض الشائعة ونحافظو على القطيع ديالنا. نهار يفوت الكوري 500 دجاجة راه خاص ضروري نوضو ناخدو الترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف بأونصا، باش يكون الاستغلال ديالنا قانوني. وباش ناخدو الترخيص خاص نوفرو مجموعة ديال الشروط، بحال مثلا المسافة بين الكوريات ديال الدجاج خاص تكون ما بين 1 حتى 3 كيلومتر على حسب نوع التربية، واش للحم أو للبيض أو إنتاج الفراخ. وضروري ما تكون متوفرة جميع شروط الوقاية من الأمراض والتخلص من الموتى، ولازم ما نتعاقدوا مع طبيب بيطري باش يواكب المشروع ديالنا. اللي بغى يبيع المنتوج ديالو ويستافد من علامة الجودة دجاج المزرعة خاصو يلتزم بدفتر التحملات، واللي من ضمن الشروط ديالو تربية دجاج بطيء النمو واللي عنده الريش ملون ورجليه صفرين، وما يفوتش 11 دجاجة في المتر المربع. وخاص الدجاج يتوفر ليه مرعى يخرج يسرح فيه من بعد الشهر الأول بكثافة ما تفوتش 8 ديال الدجاجات في المتر المربع. العلف خاصو يكون 100% نباتي، وما يكونش استعمال المضادات الحيوية أو أي مواد أولية من أصل حيواني. الدجاج خاصو يتذبح في 71 يوم ويكون في مجازر معتمدة من طرف أونصا، وما يتخلطش مع الدجاج العادي أو الرومي. تربية الدجاج المزرعة مشروع مربح، كيعطيكم فرصة باش تنجحوا وتحققوا الازدهار لكم ولحبابكم، وتساهموا في تطوير الفلاح في بلادكم. إيوا نتهلاو ونكونوا على بال، دوزوا بخير.